فرح رح نخصص مساحتنا الأولى عن قصص نجاح. هو مصطلح يمكن بمر معنا خلال حياتنا اليومية أو بنقرأ عنه، لكن كيف بيتمكن أبطاله من تحويل تحديات وصعوبات لفرص والانتقال لضفة النجاح؟ هالشيء أكيد رح نتعرف عليه مع ضيوفنا لليوم، مع السيدة نسور عصام صافية، مدربة تنمية ذاتية ومديرة بين الإبداع السوري وإلهام الدي، اللي استطاعت تحدي الشلل الدماغي والحصول على الشهادة الإعدادية واتباع عدة دورات بإعداد حساب الذهني واللغات وغيرها. أكيد يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم، صباح الخير على الجميع. صباح الإبداع وصباح قصص النجاح يلي نحن دائما. صباح الورد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. اليوم رح نبدأ أول شيء مع السيدة نسور، وخبرينا اليوم عن بيت الإبداع وأبرز قصص النجاح يلي فعلا بتفتخروا فيها ورافقتوها خطوة بخطوة. حقيقة هو بيت الإبداع هو حاضنة للنجاح أو متابعة لنجاح أي شخص بالفعل هو عنده بذرة ليشتغل فيها على نفسه. يكون في عنده إصرار، يكون في عنده تحدي لحتى يقدر ينجح ويكمل مسيرة نجاحه. ففي عنا مجموعة من الحمد لله من الإنجازات يلي نحن عم نحققها، ولكن هي الإنجازات ما بتكون إنجازات حقيقية من دون إرادة أشخاص هن فعلا عندهم الإرادة الداخلية أنه نحن بدنا نكون أشخاص لهم أثر وأثر كتير كبير. تمام. إلهام، يعني أنت اليوم أنجزتي رغم كل الصعوبات، وصلتي لضفة النجاح مثل ما قلنا بالمقدمة، خبرينا عن تجربتك اليوم، كيف حصلتي على الشهادة الإعدادية؟ شو هي الدورات اللي اتبعتيها؟ كيف تغلبتي؟ كان عندك هذا الإصرار لحتى تنجزي الشهادة الإعدادية؟ كانت كثير مميزة بحياتي. انقطعت عن العلم من 18 عام، فكان بعدها عندي شغف كثير كبير اني ارجع واقدم وانجح. تمام. فكان نجاحي من اول تجربه نجاح رائع وبعلامات كثير عاليه. فكان قد ايش جبتي بالاعدادي؟ من فوق ال 200. حلو، برافو عليكي. فكان كثير كثير يعني كاني عروس ليله عرس. وبعدها بعد هذا النجاح يعني كثير كان عندي شغف كبير اني ما اوقف اتابع مسيرة حياتي. تمام. عملت ICDL، عملت كثير انجازات، عملت دورة عربي، شاركت في المركز الثقافي بالعربي في كتابة الخواطر. بس كان في نجاح كثير مميز رغم كل هالنجاحات، يلي هو نجاحي بدورة إعداد مدربة الحساب الذهني. فكان هذا النجاح هو اعتماد على النفس أكثر. حلو. طلعت لحق لوحدي ورجعت على الدورة لوحدي، وكان في كثير تلقي صدمات إساءات خطاتية. ما كنت تردي على الحكي ولا شيء من الثائقين، من المجتمع، من أي حدا يعني. كان انا عندي شغف انه كيف بدي اوصل المعلومه للطالب، كيف بدي انا اوصلها لإلي، وكيف انا حقدمها. ما كنت اعطي اهميه لكل هالكلام. انا كان عندي هدف اكبر من هيك واسمه من هيك. أكيد نحن كثير فخورين فيكي، وابتسامتك هي يمكن أكبر تحدي لنجاحك، لهي الفرحة يلي مو بس أنت عشتيها، أم تقدري تنقلي لنا إياها؟ اليوم السيدة نسور خبرينا عن رحلة التحدي يلي عاشتها إلهام، وقديه كان في كمية كثير كبيرة من حالة التحدي إن كان لذاتها وحتى للمجتمع المحيط فيها. هي كانت فكرة خروجها من المنزل، هي كان أول معوق موجود عندها، إنه كيف بدك تطلعي من البيت؟ مين رح يكون معك؟ مين رح يفرغ وقته معك؟ فكانت هي فعليا محاطة بأشخاص إيجابيين كانوا هن داعم لإلها. بالوقت في أحيانا الإنسان عنده يعني مشاغل كتير ما يقدروا يكونوا معها، هي كان عندها الإصرار إنه أنا لا، لو كان ما حدا معي أنا بقدر إني أخذ مثلا مكتب تاكسي هو يوصلني على الغاية اللي أنا بدي إياها. هذا الشيء عطاها كتير دافع. ما بننكر إنه هي تعرضت لتنمر كتير كبير من المجتمع. إنه أنت شو طلعك من البيت؟ شو حتستفيدي من دراستك؟ مين رح ياخذ العلم اللي أنت عم تتعلمي؟ أنت مثلا مدربة حساب ذهني،
مين حيرضى يحطوا اولاده عندك؟ فكانت الكلمات كثير كثير قاسيه يلي الاشخاص عم يتنمروا فيها على الهام. كل هالكلام هذا هي ما عطته اي اهميه، لا بالبدايه ولا بعدين. لا حلو، خلص انا بدي اكمل، انا في عندي هدف. شافت حالها بنقطة الـ يعني قال ابدا والنهاية في عينيك. حلو. فهي كان في عندها انه انا وين بدي اصل، شو الاعمال اللي انا بدي اعملها، يا ترى انا فعلا رح اكون مدرسة مثل ما انا بحب، لانه هي هدفها انه تكون مدرسة بالحياة. واي علم تتعلمه هي تعلمه، وبالفعل كان في عندها طلاب والطلاب كانت عم تدرسهم حساب ذهني او غير مواد حساب الذهني باللغة العربية، هي فعليا قدرت تدرسهم، قدرت تعطيهم قواعد بسيطة من اللغة العربية. غير هالصعوبات هي اللي هي واجهتها، في عندك الأشخاص السلبيين بالحياة كثير بيأثروا على الشخص، إنه أنت شو حيطلع معك. صح، غير الألفاظ السلبية، بس الأشخاص السلبيين هدول المحبطين. هي كان عندها لا ما في أي مشكلة، أنا رح كمل. برافو. صراحة هي كان في عندها أنا بسميه مثلث النجاح، يلي هو الثبات الالتزام والإصرار. كان ومين أنا؟ يعني هي تعرف حالها مين أنا؟ لوين أنا بدي أوصل؟ هي يعني مؤمنة بقدراتها، مؤمنة بالعلم يلي معها، مؤمنة بالفكرة بالرسالة يلي هي موجودة عندها. وبالفعل أنا رح كمل بالفعل، وقت أنا بشوفها لإلهام قدي عندها هي إصرار. كان أول تحدي لإلها، أنا ما بنسى يوم اللي طلعت على المسرح كانت عم تحكي عن خواطر. ظهورها على المسرح لأول مرة، هذا الحكي من 3 سنين، كان رائع جدا. حكت عن خواطرها، حكت عن مسيرة نجاحها، كيف تكللت مسيرة نجاحها الحمد لله بعد كثير من المشقة بالنجاحات. نعم، يعني فعلا النسور خلينا نقول الإرادة تصنع المعجزات. دائما إلهام، أنت أيضا طموحك تكوني أو صرتي خلينا نقول مدربة حساب ذهني، هي الخطوة اللي أنت وصلتي لها اليوم، تفاعل العالم لما عم تحققي شيء عم تنجحي فيه، احكي لنا عن شعورك اليوم، شو أهدافك الثانية، عم تحطي هدف ورا هدف، خاصة أنه نحن بمجتمعنا دائما في تنمر على أي شيء، إذا كان الواحد مثلا مهتم بالحياة العملية أكثر، بالدراسة أكثر، دائما في انتقاص لأنه عندهم عقدة نقص، لكن دائما مثل ما قلنا الإرادة تصنع المعجزات. احكي لنا عن تجربتك أيضا ككوتش بالحساب الذهني. الإلهام بشكل عام ما متوقف. حلو ان شاء الله، من دوله لدوله باذن الله. طبعا حلوه الثقه. لا، ثقتها بنفسها كثير عاليه، يعني عارفانه مقدره ذاتها حق تقديره، ما في بلا ورقه وقلم. حلو. ما في بلا طاولتي. ما في بلا ورقه وقلم. طبعا ما بنسى اتشكر الاستاذ النسور، كثير ساعدت، كثير دعمت، وكثير من اساتذتي ساعدوا وكان مدعم إلي، وكان الداعم الكثير قدوة إلي الأستاذة مي أبو كذاري، اللي هي مصابة بشلل أطفال وهي على كرسي متحرك، والآن هي مديرة تنمية بشرية. حلو كثير. وما شاء الله عنا كثير إلى إنجازات، كثير إلى اهتمامها ونشاطاتها، فهي قدوة إلي، قدوة لكل شخص سليم او غير سليم. اكيد. كثير من اساتذتي بتشكر. هو الشخص السليم يقاس بعقله. اكيد اكيد. هي الاعاقه ليست اعاقه جسد. صحيح اكيد. كيف بيكونوا الطلاب؟ اشرحي لهم عن كيف بيكونوا الطلاب يتفاعلوا معك. الطلاب كثير حبوني وكثير لقوني صغيره. كان في كثير تجاوب بال يعني بالجذب. كان عندي كثير شغف انه يطلع طالب على ايدي قدوه. تتذكري اول مره تواصلتي فيها مع الطلاب، شو انطبع بذاكرتك باول لقاء، باول تفاعل معهم؟ كثير كثير كان في يعني كثير كان في شغلات حلوه. بتذكر اول طالب درسته كان اول ابتدائي. فكثير كان يعجب فيني انه كيف بدك ترجعي تقري لي، كيف يعني انه كثير كان كنت حاول انه خليها تعتمد على ذاته وهو بده كل شيء انا. حلو. فكان عندي انا شغف انه خليه، لا انه انت انا لحالك، بالترغيب يعني وقف معه، وبنفس الوقت اعطيه قوه انه هو
يعتمد على نفسه. حلو. فكانت والدته كثير تشكرني وكثير يعني اسلوبي كثير حبته، وما بس انت انت قدوه صديقه يمكن، وحتى يمكن كان تقبل الاطفال لها. الطفل ما بيخبي، ما بيعرف يمثل الطفل يعني، فكانت مشاعره صادقه كثير، تجاوبه سريع، ما عنده هالتنمر يلي الاشخاص الكبار بتلاقيهم بالالفاظ بالتصرفات بالنظرات تماما مع الاشخاص الثانيين تماما. طيب اذا بدنا نحكي اليوم عن شخص معدي للنجاح، اذا بدنا نقول قديش كانت الهام هي هذا الشخص اللي كان عنده عدوى النجاح للاشخاص المحيطين فيها، رغم الصعوبات ورغم التنمر ورغم يعني قساوه المجتمع الكبيره يلي بنلاحظها ببعض الاوقات. هلا صراحه في نحن بنسميهم مقومات النجاح. اول شغله انه في اشخاص بتلاقيهم بالحياه عندهم الكسل درجه اولى والنوم درجه اولى، فانه يلا قوم حاج ما بيطلع بايدي. اذا انت ما بيطلع بايدك شوف الاشخاص الناجحين، بالفعل كانت ملهمه لكثير من الاشخاص يلي دائما في عندهم شكوى، كثيري الشكوى، بيرموا حملهم على الظروف تمام، انه ظروفنا غير مناسبه، في ظروف قاسيه نحن عم نتعامل معها او نحن موجوده بحياتنا تمنعنا من النجاح. حقيقة يلي بده ينجح هو نجاح من الداخل إلى الخارج، يعني أنا ما بدي أشوف البيئة المحيطة حوالي وقول أنا البيئة يلي ساعدتني، أنا بدي أكون سند لحالي، أنا اللي بدي ساعد حالي. فبالفعل إلهام كانت محفز لكثير من الأشخاص يلي هن دائماً بيرموا حملهم على الظروف والأحوال وعم نستنى، لسه في عندهم تأجيل وفي عندهم تسويف، هي معوقات النجاح تمام. الإنسان يلي عنده إرادة لحتى ينجح بينجح أكيد، بده ينجح وبده يسد يعني هيك أذانه عن الأصوات السلبية عن الآراء السلبية، بده يحط هدف قدامه وبدي أمشي أنا على هاي الأهداف. أساساً لو إلهام ما كان في عنده هدف بحياته أنه أنا وين بدي أصير وشو بدي أعمل وكتبت هذا الهدف، وأهم شيء كتابة هذا الهدف، اكيد هي ما كانت رح تصل، رح تصل لمرحله عشوائيه. انا بقول لهم دائما بشبه لهم اياها، رحله النجاح مثل رحله الطيار. اذا حدا كابتن بده يطلع بهي الطياره، طيب هو ما له مخبر قاعده الطيران ولا بيعرف وين بده يطلع ولا بيعرف امتى موعد الرحله ولا بيعرف لوين الرحله، فهو رح يضيع وقت عليه، بالعكس حتطلع على الطياره وحيضل عم يفتل بالجو ويضيع على حاله وقت كبير. طيب طلع وبعدين لوين؟ هدر وقت، هدر مال، هدر طاقة وما وصل لهدفه. فأول رحلة أو أول نقطة لرحلة النجاح هي تحديد الهدف وأن أكون قد هذا الهدف، ومو هدف خليه خيالي وبالآخر أصيب بالإحباط وفشلت أول مرة. ما في مشكلة، حنفشل أول مرة وحنفشل ثاني مرة، طالما في إصرار في إرادة معناته أنا بخطوات النجاح. ما في حدا بينجح من أول مرة، يعني صح. إلهام مو من أول مرة قدمت على دورة، مثلا دورات الإنجليزي مو أول مرة هي قدمت عليها ومباشرة نجحت، بالعكس كان في كتير صعوبة بالنطق اللغة الإنجليزية وفشلت بأول كورس، ولكن هذا الفشل عطاها دافع لأنه هي تكمل. أنه أنا لو كان صعب علي أنه كمل مع أنست الإنجليزي أو حتى وجودي بالمركز بالمعهد اللي أنا عم بدرس فيه إنجليزي أو حتى بوصولي لهذا المعهد، لا هي كان عندها إصرار أنه أنا بدي كمل. يعني ساعدوني شوي لحتى أنا أقدر كمل، ما كانت موقفة أبداً 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 وإلى الأمام. نعم، يعني نحن عن جد فخورين كثير بإلهام وفخورين إنه يكون عنا داعمين بالرغم من كل العوائق والمصاعب بشكل عام، يعني خلينا نقول بدون إعاقة أو مع إعاقة، دائما في عند الشخص وخاصة جيلنا هلأ كثير من المصاعب عم تكون مثل الحواجز أمام طريق النجاح. حلو يكون الواحد عنده ناس إيجابيين بحياته داعمين له بالفعل وبالكلام. إلهام اليوم خير مثال على الإرادة وهيك الإصرار على النجاح بالرغم من كل العقبات اللي واجهتها، واليوم أنت فعلا قدوة مو بس لطلابك لكثير من الشباب والصبايا يا إلهام. شكرا لوجودكم معنا، شكرا لكم، موفقة وإن شاء الله مشفك محققة أكثر من هيك بكثير. شكرا لكم، شكرا للقناة الإخبارية، شكرا لكل اللي قطعت
شكرا لكم اللي بتهتموا بقصص النجاح وبحالات النجاح وبتعطوا ضوء عليها. هي حاله انسانيه كمان، مو بس حاله نجاح، حاله انسانيه انه نحن عم ننعدي منها ايجابيا كمان. اكيد كل الشكر لكم الهام، بدي اتشكر عائلتك، بدي اتشكر كل شخص قدم لك لو مساعده بسيطه، لو دعم معنوي، هدول الاشخاص الواثقين فيكي والمؤمنين بنجاحك. شكرا لك سيده نسور، كمان كل الشكر لك وعلى اهتمامك، كل التوفيق لكم. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، شكرا.